وسؤال آخر، ما هو الفرق بين الشيوعية والماسونية؟ الشيوعية الأوشان والماسونية الأوشان. الشيوعية معروف أمرهم، يتظاهرون بأنه لا دين ولا رب ولا إله ولا جنة ولا نار ولا غير ذلك، وأن المال مشاع بين الناس والنساء مشاعة بين الناس. والماسونية كما ذكروا يتظاهرون بالإخاء والمساواة، يقول ينبغي يكون الإنسان كالإنسان بالإخاء والتسوية، فلا دين ولا شريعة ولا غير ذلك، ولكن أخوة إنسانية. هذه الماسونية فيما ذكرها من كتب عنها كثيرا يتظاهر بالإخاء والمساواة، والمعنى إنكار الأديان وإنكار كل شيء، ويبقى الإنسان مع الإنسان بلا دين ولا اتباع شريعة ولا إيمان برب ولا غير ذلك، بل كما هي مثل الأنعام. نسأل الله العافية. سمعت مثل قولنا مع الشيوعيين في إنكار الآخرة وإنكار الأنبياء، وإن كان من خالفه الشيوعيون في طلب السيطرة والحكم بين الناس وظلم الناس والاستبداد بالأموال وإشاعة البحشاء بين الناس، هؤلاء يميل السيطرة والحكم وظلم الناس، والماسونيين يميلون إلى تهدئة الأوضاع بين الناس وأن ينكروا الأديان ويدعوا الأديان بسهولة وطريقة لينة ليس فيها شدة، حتى يكون الإنسان مع الإنسان على غير شيء بل على مجرد الإنسانية فقط كالبهيمة. نعم.